نفس القصة وبواليا مظبوط. كمان، انا عايز اتكلم بواليا عن بواليا كابتن صحيح سامي، لانه يمكن الفتره اللي فاتت مش تعثر بس تاخر في يعني احراز اهداف في التهديف. اتعاملتوا ازاي في الفتره اللي فاتت وبعد احرازه هدف امبارح؟ كان ايه كلام الجهاز الفني مع بواليا تحديدا؟ تمام، يمكن برضو دي من الحاجات برضو اللي تكمله للموضوع اللي انت بتتكلم عليها والضغوطات اللي بتحصل لعيبه النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي. يمكن في فرق كثيره جدا بتعمل صفقات كثيره جدا مع لعيبه وما بيبقاش عندهم اي مشاركات، اللي هم ما فيش حد بيعلق عليه، لكن دايما التركيز مع النادي الاهلي. احنا لما تعاقدنا مع بواليا لعيب مميز جدا من افضل المهاجمين الموجودين في الدوري المصري، راجل السنه اللي فاتت جايب حوالي 13 هدف مع الجونه، السنه دي نفس ثلاثه بادئ ثلاث اجوان ثلاث اهداف، عندنا ثقه فيه جدا، راجل اللي اتفرج عليه كويس واحنا اتفرجنا عليه كويس، عندنا لعيب مميز يقدر يشتغل مع الراجل، مش غريب على الدوري المصري، يقدر يحصل انسجام كويس مع الفرقه بسرعه. ممكن احنا كنا عارفين اللي هو فنيا كابتن هاني وحضرتك توافقني طبعا في الراي ده، ان هو فنيا من اللعيبه المميزه جدا، عندها قدرات كويسه جدا 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 كويسة جدا، طبعا لكن محتاج، انت عارف يا كابتن اي لعيب بيروح فرقه جديده محتاج البدايه تكون يجيب جون ياخد ثقه يشتغل بقى يكمل بعد كده. واختلاف التكتيك كمان لازم الناس تعرف انك رايح مع فرقه ممكن تلعب بتكتيك مختلف، في فرقه جونه مع احترامي طبعا للجونه عامله كمان شكل كويس بتلعب بتكتيك مختلف، النادي الاهلي بيلعب بتكتيك مختلف، وعشان تغير تكتيك لازم اللعيب كمان ياخد على التحركات المعينه، على تحركات الثلاثه اللي تحتيه، فده بياخد وقت شويه، لكن كلنا ثقه فيه وانا بايدك تماما، هو على المستوى الفني لعيب جيد جدا يعني. مع كمان يا كابتن اللي هي الضغوط اللي انت بتلعب النادي الاهلي، طبعا كل حاجه بتتقيم فيها، التمرينه بتتقيم فيها، الماتش الودي بتتقيم فيه، المباراه الرسميه بتتقيم فيه، فكل دي ضغوط هو مش متعود عليها، فانت كنت محتاج ان انت تساعده عشان يقطع عليك. انا بعتقد انه كل مباراه ليه يا كابتن سامي هو عينيه على انه لا عايز ينزل يحرز هدف. حتى والله النهارده، حتى امبارح رغم يعني قبل ما يجيب جول هو مقدم مباراه كويسه جدا جدا، عمل اسيست كويس جدا لقفشه ونفس القصه، بيحضر كويس يا كابتن هاني، بيقف على الكوره كويس، بيعمل لنا عمق هجومي كويس، لا لعيب كويس، عنده قدرات كويسه وشكل مختلف عن الاشكال اللي عندنا في النادي. مظبوط. ده ما يقللش من محمد شريف، من الفراود المميزه جدا في النادي طبعا، وعامل اداء كويس وبنستغله فترات كتيره جدا في سرعاته وتركيزه على الجون.